السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أخواني وأخواتي في الله، إن شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال. عدنا لكم اليوم بفيديو جديد حول منحة المرأة الماكثة في البيت والشروط والملف وكل ما يتعلق بهذا الموضوع. وقبل الدخول في أكثر التفاصيل، لا تنسوا دعمنا بالإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. رح نشرح لكم يعني في هذا الفيديو كل ما يتعلق بهذا الموضوع وبكل التفاصيل، يعني حتى تتضح لكم الأمور بشكل أكثر. هناك المرأة العازبة وهناك المرأة الماكثة في البيت، يعني المتزوجة أو الأرملة أو المطلقة. أما المرأة العازبة يعني هي غير معنية بمنحة المرأة الماكثة في البيت، وهذا ما تم تداوله، وهي معنية فقط بمنحة البطالة. أما المرأة الماكثة في البيت أيضا تنقسم إلى فئتين. الفئة الأولى ليعمل يعني زوجها لدى أي قطاع عام، والفئة الثانية لزوجها لا يعمل. أما التي زوجها يعني يعمل، فقد وعد رئيس الجمهورية بزيادة لهذه المنحة في راتب زوجها، وهي منحة الأجر الوحيد. أما الفئة اللي زوجها يعمل لا يعمل، هذه الفئة سيتم يعني حسب ما تم تداوله استحداث منحة بهذه الفئة، ويكون لها راتب معين ولها شروط، وهي أن لا تكون يعني تمتلك بطاقة حرفية أو تكون تقاضت يعني منحة البطالة من قبل. وأيضا سيكون عليها شروط أخرى إذا تم تحديثها بشكل رسمي، ستظهر هذه الشروط في الجريدة الرسمية أو في القنوات الجزائرية. وهكذا نكون قد أنهينا فيديو اليوم، وسنوافيكم بالجديد في فيديو آخر. سلام.